السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم. ان شاء الله تكونوا حضراتكم بخير وكويسين. تابعنا تاني في ريفيو اوف دنتال لاتريتشر ذا كلينيكال كي. والكلينيكال تيب اللي معانا النهارده هي هاو تو ديفرنشيت بين الانامل والدنتن ديورينج بريباريشن للنون ريتنتيف ريستريشن لايك او بوندد ريستريشنز لايك السيراميك فينيرز او ريزن بوندد بريدجز. ازاي ان احنا ندفرنشيت بين الانامل والدنتن بحيث ان احنا نجيت البروبر او ذا بيست بيرفورمانس اوف ايتش سبستريت من البوندنج. والكلينيكال تيب هي عباره عن ترايل اتشنج للسيرفيس. نقدر احنا نابلاي 37% فوسفوريك اسيد اتش على السيرفيس فور 5 سكندز فولد باي بروبر واشنج وي دراينس اني ستراكشر. معانا بقى السيرفيس لوكينج لايك تشوكي وايت او مات سيرفيس، ذس از انامل سبستريت. ولو اي سيرفيس جلوسي او لاستر سيرفيس، ذس از دنتن سبستريت. بس ذس از فيري كريتيكال او فيري امبورتنت كلينيكال تيب عشان تعرف لنا الفرق ما بين الانامل والدنتن ديورينج البوندد او ديورينج البريباريشن ل non-retentive restoration like veneers or resin bonded restoration. والclinical tip دي very important بحيث ان لو نلاقي dentin substrate during the preparation of such type of non-retentive restoration نقدر نحن نعمل immediate dentin sealing بحيث ان احنا نجد the best of the dentin substrate from this bonding. في النهاية بفكر حضراتكم للreviews السابقة نقدر نرجع لها على different platform سواء كان يوتيوب او انستجرام او فيسبوك. متشكر حضراتكم جدا واشوف حضراتكم في more reviews of dental literature the clinical key.